كنظن اكبر تقوليب، اكبر وهم قدا الجيل الجديد انه يتوهموا من من عند لي زانفلونسور هي فكره ان القرايه ما صالحه لوالو. فكره دي انه يكفي انك تشري كورس من عند واحد الانفلونسور ولا تدخل تيليجرام ديالو وتتبع لي سينيو اللي كيعطيك وغادي تولي ما فهمو محتاج لا تقرا لا والو. نون سولمون القرايه مهمه بزاف، ولكن نقدر نقولك بانه الا ما قريتيش بحال لك تعاود كاع داكشي اللي غتاخذو من القرايه خصك تعاود ديو، ولكن ثلاثه ولا اربعه المرات اصعب. القرايه كتكون معصومه لك واحد الطريق، ابخي هذيك الطريق ملي كتسالي يمكن لك انك تكمل راسك، حتى واحد ما تيقول لك انك تحبس، فهمتي، يمكن انك تكمل. مي بعدا في البدايه واحد الطريق كاينه معصومه لك، ديرها شنو خاصك دير، عندك واحد كتسمى الفيدباك لوب. انا ما قريتيش خاص تكون عندك لا ديسيبلين وتكون عندك يعني المواظبه وتكون عندك الحكمه وتكون عندك الضغبه باش انك دير كاع داكشي اللي مصاوب السيستم ديال القرايه باش انه يديرو ليك. اسك شي شركات الكبار الحكومات ملي كيجيبوا هذوك لي كونسلطون بحال هكا ديال ماكينسي وهادو، ماكينسي اللي ما كيعرفوش هما اكبر كابينه ديال الكونسلتين في العالم، ملي كيجيبوهم بحال هكا في دي زافير بحال هكا كيجيبوهم لسبب واحد، هما عارفين شنو باغيين يديروا وعارفين شنو خصو يدار، مي خصهم ما يقولوهاش هما. دونك كيجيبو هادوك لي كونسلطون كيخلصوهم كيوصلوا لديك النتيجه اللي هما كانوا باغيين يقولوها وتخليو لي كونسلطون يقولوها، والناس اللي كيكونوا كيسمعوا تيقولوا ما تقول حنا ما قلنا والو، ها نتوما هاد خوتنا دوج بناهم داو الدراسه وصلوا لهاد النتيجه اذا خصنا نديرو داكشي. دونك غالبا ملي كتسمع بانه غادي يجيب شي واحد بحال ماكينسي ولا عارف بان النتيجه ديال ديك ليتود غادي تكون شي حاجه خايبه. القالب كيتبدل، القالب زعما هو نفسه، هو انك كاينه شي حاجه اللي غادي تخليك باش انك دير بزاف د الفلوس بشويه ديال المعارف وشويه ديال القضايا، والقائم محتاج انك دير في انترنت في مدرسه دير غير في انترنت وغادي طيح وتجمع الفلوس. هذا هو القالب اللي لداخل. ابري كدوروا اما باي كوميرس ولا كدوروا بالتداول ولا كل ما باش كدوروا، فهمتي، افيليات لعيبات كل كدوروا بشي لعيب وكتبيع البنادم. دونك هذيك التدويره هي الموجه كتمشي وكتجي، ولكن هذيك لي دروس ديما هي كيجي ملي كطلع البنادم فاس وصافي كيبداو يشموا ريحه كيمشيو كيحيدوا لها الغلاف ديالها كيديروا لها باكاجين وكيعاودوا عاوتاني يجيبوها لك. وانت فهمتي الا داز عليك القالب ما تقدر تعيق ما يعاودش يدوز عليك القالب واحد اخر، ولكن جايين موراك اجيال واحد اخر ديال الدعيته هما غادي يتقولبوا كلشي غادي يدوز عليه القالب. ما اغلبيه ديال الناس راس مالهم غير افكار وعند بالهم بان الافكار راه شي حاجه، الا فكرتي في شي حاجه في شي مشكل ولا الا فكرتي في شي حل ولا فكرتي في شي لعيبه وقلتي غادي ندير هذا العيب ولا غادي ندير هذا المشروع كيجيبك الله بانك درتي 50% ديال الخدمه، النص ديال الخدمه درتي عقيتي الفكره بقى لك دابا غير تطبق التطبيق اسهل. واغلبيه ديال الناس ما عمرهم ما كيطبقوا حيت عند بالهم بان الحاجه الصعيبه هي الفكره. افكار اوفر ريتد، فهمتي، الافكار بالجمله انا دابا جالس شي 20 فكره جاتني في راسي ومشات يمكن 5 منهم كانوا يجيبوا شي 3 مليار ولا شي حاجه ديال الدولار مع كل التواضع اللي بغيت نقول لكم. مي المشكله هو التطبيق، نون سولمون سا، مي الاغلبيه ديال الناس اللي تيكونوا نقولوا اكسترا اوردينير هما الناس اللي كيديروا ماشي الناس اللي غير كيفكروا، حيت ملي كيبغي يدير ولا بد خصو يفكر. فهاديك اللعيبه ديال ستيف جوبز تيهضر مثلا على ليونار دو فانسي ولا المهم جوبونس هو تيهضر على الموضوع، يعني الا خديتي مثلا شي واحد بحال ليونار دو فانسي وحنا ناخذو شي واحد بحال شي 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 مفكر ديالنا حنايا مثلا بنو خلدون ولا هذا، دابا مثلا بنو خلدون كون ما كتبش كون كان غادي يفكر مع راسو ما عمرك ما غتسمع عليه، ما عمرو ما غادي يكون عنده حتى شي تاثير على العالم. الكتابه ولو فات انه كان عنده واحد التواصل مع ناس واحد اخرين ولو فات انه حاول انه يقنع ناس واحد اخرين بافكار ديالو هذه هي اللي خلات لا غروندور ديالو، وهذه هو ابسط يعني اكفس حاجه تقدر تفكر فيها هي الفلسفه. ولا اما اللي جينا نهضروا على الواقع ديال انك تبني شي مشروع ولا تبني شي تبني شي 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 انفونسيون ولا انك دير شي بروجي ديالك ولا هذا فا سي بيغ. شنو بغيت نقول، اغلبيه ديال الناس كيسحب راسهم عندهم افكار واعره
شي افكار ديالك عشيت افكار ايزي سهله باش يجيوك الافكار اللي صعيبه هي انك تطبقهم. صافي ديك اللعيبه ديال الاستمناء الفكري ديال كيسحب راسك راك واعد عندك الافكار وهذا غير ما فيك ما يطبقهم هذا لا راك ماشي واعد. الاغلبيه ديال الناس بحالك الا ما طبقتيهمش افكار ديالك ما عندهم حتى شي قيمه. واحد الحاجه اللي تعلمتها من البلان ديال اسرائيل وفلسطين هو انه بزاف ديال الناس اللي ما كنتش كنحتارمهم وليت كنحتارمهم وبزاف الناس ديال كنت كنحتارمهم وبقيت كنحتارمهم بتاتا. حيت تقدر تكون مفكر واعر تقدر تكون كيما بغيتي تكون الا كنتي غادي توصل للمستوى انك غادي تبقى دير واحد الجيمناستيك ديال العقل باش انك تقول وتحاول تبضض المقتل ديال كدا 30,000 شخص. فبالنسبه ليا كاين منافق من الاخر كتشوف شي حاجه اللي بالنسبه ليا انا اقرب ما يمكن المشكله موضوعيه. شنو نقول بموضوعيه؟ كنهضر على المقتل ديال الناس اللي في غزه. فهمتي بنادم دائس غير ما داير هذا بيديه باش اللي كتجي كتبومباردي. الا كنا غنعيش في واحد العالم اللي فيه الناس كيبضضوا بحال هاد اللعيبات هادو فان هادوك الناس منافقين من الاخر. حيت ما كايناش شي حاجه اكثر موضوعيه من انك تقول ما بغيناش ان الناس اللي ما داروا حتى حاجه يموتوا.